سؤالي القادم ليك وهو سؤال أسأله دايماً لضيوفي الكبار العظماء في كرة القدم. لو سألتك على تشكيلة مثالية لعبت بجوارها في كل الأندية اللي لعبت فيها، تختار مين من حراسة المرمى حتى المهاجم؟ إنه سؤال صعب للغاية لأنني لعبت بجوار عدد من الزملاء الرائعين، لا يمكنني أن أختار، ولكن يمكنني أن أختار عدد أسماء من في كل مركز. في على سبيل المثال في حراسة المرمى كنت محظوظ باللعب بالأجوار فيكتور فالتيس، بيتر تشيك، إيكر كاسياس، أعتقد أنها أسماء كبيرة. الدفاع جون تيري، ريو فيرديناند، فيليتش. في فالنسيا كان هناك مارشينا وراؤول البيول وبيكي، سيرخيو راموس مع في منتخب إسبانيا، بويول، جوردي ألبا. في وسط الملعب تشافي بالطبع وإنيستا وتشافي ألونسو، بوسكيتس، كاثورلا، سيلفا، سيسك فابريغاس. بالطبع هي أسماء كبيرة في المنتخب الإسبانية، وكانت كان أحد هناك أيضا مايكل كاريك في مانشستر يونايتد وفرانك لامبارد في تشيلسي. وفي الهجوم إيدن هازارد هو بدون شك أحد أفضل اللاعبين الذين لعبت بجوارهم، ديدي دروغبا أيضا، فرناندو توريس ودافيد فيا، أندريس إنيستا إذا لم أذكر الاسم، وأيضا روني وفان بيرسي. هم مهاجمون مذهلون، وزلاتان وكريستيانو رونالدو. وفي جالاتا سراي ماوري إيكاردي وميرتنز. كنت محظوظا أن ألعب في على مدار مسيرتي مع عدد من اللاعبين الكبار، وهم زملاء كبار في الملعب بكل تأكيد. محظوظ انك لعبت معاهم بالتاكيد، ومحظوظين هم ايضا ان هم لعبوا جنبك. انا محظوظ ان انا بسمع كمان الاسماء العظيمه ديت وانا مبتسم ابتسامه كبيره جدا، اسماء تصعد للقمر يعني وليس على الارض وتلعب كره قدم وسط الناس بشكل طبيعي يعني. طيب سؤالي القادم ليك، لو سالتك على لاعبين كنت تتمنى اللعب بجوارهم بس ما سنحتش الفرصه ليك، كانوا في انديه اخرى بس ما لعبتش بجوارهم في اي وقت من الاوقات، ولكن كنت تحب تلعب معاهم. بدون شك سأختار طبعا ليونيل ميسي. أعتقد أن اللعب بجواره هو أمر رائع وشعور رائع، لأنه بالنسبة لي هو اللعب الأفضل في التاريخ. كنت أيضا أود اللعب إلى جوار إيريك كانتونا أسطورة مانشستر يونايتد، استمتعت كثيرا بأن أشاهده في الملعب وهو يلعب في فترته. على سبيل المثال هؤلاء اسمين كنت لأكون سعيدا للغاية إذا لعبت بجواره. مين في رأيك في الوقت الحالي الأفضل في كرة القدم في العالم؟ لو سألتك ثلاث لاعبين يعني. لا في الوقت الحالي. على مدار التاريخ أو الاسم الأول. الاسم الأول الذي يتبادر إلى ذهني هو كيليان إمبابي. هو لاعب حاسم، لاعب مهم، يسجل الكثير من الأهداف في الموسم سواء مع باريس سان جيرمان أو مع منتخب فرنسا. في الدوري الإنجليزي على سبيل المثال هناك رودري في مانشستر سيتي، هو لاعب مهم للغاية في تشكيلة المان سيتي، وهو أحد أفضل اللاعبين في مركزه بدون أي شك. وهناك أيضا بيلينغهام يقدم موسم مذهل مع ريال مدريد، وهناك هالاند أيضا يسجل الكثير من الأهداف مع مانشستر سيتي. أعتقد أن هؤلاء هم اللاعبين الذين هما الأسماء الظاهرة على السطح في الوقت الحالي.